وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض الإعلامي والمحلل السياسي أحمد الركبان. مرحبا بك في نشرة الثالثة. لاحظنا بأنه قد شدد البيان الختامي الذي صدر في ختام زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد السعودي إلى الجمهورية الفرنسية على تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين والتوافق حيال العديد من الملفات، فكيف تقرؤون ما جاء في هذا البيان؟ نعم، مساء الخير لكم ولقناة البحرين وللشعب وحكومة البحرين. اليوم الحقيقي عندما نتحدث عن جولة سمو سيدي ولي العهد إلى أوروبا وخاصة إلى فرنسا، لابد الحقيقة أن نؤصل هذه العلاقة وهذه العلاقة الاستراتيجية منذ أن كان الرئيس جاك شيراك في فرنسا، وعلاقته بالملك فهد رحمه الله، وكذلك أيضا علاقته بالملك عبد الله رحمه الله. واليوم الحقيقة تتجدد العلاقات المتينة مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن العزيز، باعتبار الحقيقة أن فرنسا تعطي اهتمام كبير ومكانة استراتيجية للمملكة السعودية عبر القرار الدولي، سواء قرار اقتصادي أو القرار أيضا الديني وكذلك أيضا القرار العربي. اليوم الحقيقة الأمير محمد بن سلمان يشكل إطار جديد في علاقته مع فرنسا في عدة مجالات، في المجالات الحقيقة الطاقة وكذلك أيضا المجالات الاقتصادية وكذلك أيضا المجالات السياحية، بالإضافة إلى أمن المنطقة، وهذه أهم الحقيقة ما تعوز عليه هذه الزيارة، بحكم أن فرنسا لها علاقة استراتيجية داخل لبنان، ولبنان الحقيقة يعاني من بعض الظروف الداخلية ومن بعض التدخلات الخارجية، ولذلك المملكة توعز الحقيقة وتعود على فرنسا في بعض القرارات وبعض الحقيقة التحركات داخل فرنسا. نعم. نعم، من الرياض الإعلامي والمحلل السياسي أحمد الركبان، شكرا جزيلا لك.